نظمت وزارة المياه والري والتربية والتعليم بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية حملة استهدفت عشرات المدارس في لواء رصيفة بمحافظة الزرقاء للتوعية بترشيد استهلاك المياه. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. 50 مدرسة في لواء رصيفة بمحافظة الزرقاء شملتها حملة للتوعية بترشيد استهلاك المياه نظمتها وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة أوكسفام. وزارة المياه والري سلطة المياه تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة أوكسفام العالمية عدد من البرامج في عدد من محافظات المملكة لنشر ثقافة الوعي المائي وتعزيز المحافظة على المياه وحمايتها من خلال توزيع عدد من البروشورات ودفاتر الرسم وتركيب قطع التوفير والفلاتر في مدارس المملكة. الحملة شملت إلقاء محاضرات توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتقديم مقترحات تدعم أفكار الطلاب في هذا المجال وتوزيع بروشورات توعوية وعدد من القصص بالإضافة إلى توزيع عدد من موفرات المياه وتركيب فلاتر لتنقية المياه التي يشربها طلاب المدارس المستهدفة. لا تغفل وزارة التربية والتعليم عن هذا الموضوع في إرشاد الطلبة وتوجيههم إلى كيفية استعمال المياه، ودائما نحرص على التعاون مع المنظمات من خلال وزارة المياه والري. فجاءت المنظمة أوكسفام المشكورة إلى مدرستنا وقامت بتوعية هؤلاء الطلبة إلى كيفية ترشيدهم للمياه. هي حملة تهدف بالدرجة الأولى إلى غرس بعض الممارسات الإيجابية لدى الأطفال في بلد يعتبر من أفقر دول العالم من حيث المصادر المائية.